يوسف جميلي رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والسير الجولان بالجماعة الحضرية لويسلان. اليوم كيف كتشوفوا وقفنا عن كتب كرئيس اللجنة وبعض أعضاء اللجنة كذلك، وقفنا عن كتب وعن قرب على بداية أشغال إصلاح وتهيئة الطرق والشوارع التي تم استعمالها من طرف شركة العمران في صفقة شبكة الواد الحار. نبهنا الشركة التي تسهر على هذه العملية إلى درام الضوابط التي نص عليها دفتر التحملات. كذلك نديت على الفور السيد مدير المصالح الإدارية والذي استجاب طبعا وقام بإفاد لجنة من المكتب التقني والتي وقفت إلى جانب مكتب الدراسات وإلى جانب أولا مكتب الدراسات هو غائب يعني غير حاضر، ولكن الحاضر معنا هو اللابوراتوار مختبر التحاليل اللي كيوقف على مدى تطابق الزفت وكذلك المواد المستعملة للمعايير والجودة المعمول بها على الصعيد الوطني بصفة عامة. ولكن نشدد على أن هذه الطرق لا ينبغي أن تخضع لمفهوم الترقيع أو طريقة الترقيع. نحن نحرص على أن يتم ترقيع ما تم طبعا استعماله في إصلاح شبكة الواد الحار وربطها، ولكن في نفس الوقت خص هذه الطريق كاملة غادي تعود واحد الفرشة بواحد السمك اللي يكون معقول وتيتناسب مع الجودة والمعايير المعمول بها. وفي هذا الإطار هذا تنعلن من هذه المنابر هذه بأن لجنة التعمير وإعداد التراب والسير الجولان باش هذه المشاريع هذه اللي من هذا الشكل هذا دوز في أحسن ما يرام حتى ما نطيحوش في ذاك المشكل ديال من بعد لما المقاول يهز الماتيريال ديالو المعدات ديالو يمشي فحالو ما لقاوش مشكل من بعد. وبالتالي كذلك خصنا نكونوا حريصين على المسائل اللي عندها علاقة بدوك الغطيات ديال الغطاطي ديال الواد الحار. هادو خصنا نكونوا حريصين جدا، حنا نبهناهم الى انهم ما خصهمش يغطيوهم بالزفت، خصهم يكونوا باينين. كذلك بالنسبه للشبكات اللي كتسمح بتسرب مياه الامطار والفيضانات وما الى غير ذلك. اذا نتمنى باش هاد الاعمال تدوز على خير وتدوز وفق المعايير، والمقاول خصو يسرع من الوتيره لان كاين احتمالات ديال الشتا جايه، خصو يسرع من الوتيره باش بركه على الناس ديال ويسان وعلى الساكنه ديال ويسان من هذا الغيص ومن هذا الحفاري ومن هذه المشاكل اللي عانوا بها هذه المده هذه. طبعا كنا دائما نندد بهذه الحاله، كنا دائما تناديوا بضروره الاسراع في حلها في اسرع وقت ممكن. جات اليوم بفضل ضغوطات جميع السيدات والساده اعضاء المجلس طبعا وفعل ضغوطات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، اليوم المشروع الحمد لله الصفقه خرجت للوجود. وكنظن بان المقاول الحالي حسب ما كيبان بان كيتوفر على معدات لا باس بها، ولكن كنا كنطمحوا باش تكون المعدات الكبرى اللي سبقنا شاهدناها في عهود اخرى اللي خدمات هذه الطرقان هذه في الاصل. ولكن الاساسي هو ان العبره بالنتيجه، وبالتالي احنا واقفين باش النتيجه تكون مناسبه وتكون مرحب بها من طرف جميع المواطنات والمواطنين. وهنا لا باس انني نذكر باهم المشاكل اللي واجهها السكينه، هذا بالاضافه الى تلاميذ المؤسسات التعليميه اللي عانوا الامرين من جراء الحفير والغيص. وان من هذا المنبر تنتوجه للعمران بواحد الرساله بان ضروري ما خصها تتحمل مسؤوليتها شويه، وان الصفقه ما تعطاش المقاول اللي ما قادرش عليها او المقاول اللي كيطيح الثمن او علم الله شنو كاين تما. لذلك نذكر بواحد الشاحنات وبواحد السيارات اللي في خضم ديك الامطار كيكونوا غاديين حتى كيطيحوا تيغرقوا. كذلك طفله تلميذه اللي طاحت في ذاك الحفير ديال شبكات الواد الحار. هادشي كله كتعاني منه السكينه، وحنا كمنتخبين ديال السكينه واعيين به، وحنا من موقعنا في المعارضه تنغوتوا تنحتجوا، بل اكثر من ذلك كنقترحوا حلول. المفروض ان المسيرين ان الرئيس والمكتب المسير اللي معاه هما اللي خصهم يوقفوا على هادشي. انا هنا ما كنشوف لا رئيس ولا حتى شي واحد من المسيرين، ولكن حنا كلجنه ديال التعمير ارتئينا باش نقوموا بالدور ديالنا ديال المراقبه والتتبع واقتراح الحلول واقتراح التوصيات كذلك، ورفع توصيات للمجلس باش تخذ بشكل قرارات
هذه غير البدايه، ولكن العمل هو اللي جاي، هو اللي جاي لا فيما يتعلق بالنقل، حتى هذه راها معضله كبيره جدا. كذلك المجال الصحي في هذه المدينه، وكذلك واحد المشكله كبيره جدا هي الكلاب الضاله اللي اصبحت كتعترض السبيل ديال التلاميذ والتلميذات وديال المواطنين والمواطنات. هذه الكلاب الضاله اصبحت في وسلان سبحان الله بحال تقول تكاثرات بين عشيه وضحاها، في غياب تام للمسيرين في المجلس البلدي. إذن اليوم جاء الوقت فين خصنا كنا نوقفوا، لا منتخبين ولا مجتمع مدني ولا إعلاميين، بغض النظر على الانتماءات السياسية أو الانتماءات الإيديولوجية، خصنا نتوحدوا من أجل المصلحة ديال المدينة والمصلحة ديال الساكنة. وحنا تنقولها يعني علانية أنه واقفين من أجل هذه المصالح، وحنا راه الإشارة وبيوتنا ومكاتبنا مفتوحة فوجه جميع المواطنات والمواطنين، اي شكايه اي استفسار اي طلب مؤازره نحن راه الاشاره ونحن انتخبنا لهذه المهمه هذه. شكرا.